والثلاثين من الدوري الإيطالي. إذن صفرت هذا الحكم دافيدي محاولة الآن لرفاق ريبيتش الكرة داخل منطقة الجزاء تسديدة مرمى يتدخل مسألة ليون تيبيتش كانشالا نوغلو تسديدة على طار أدرك من كيسي نقلها لكانشالا نوغلو من الذي سجل هدفا تقريبا طبعا من الأسماء الأربعة الموجودة خبرتي وتجربتي وصلت الكرة لإسماعيل بن ناصر هل تسجل أول أهدافك اليوم يا إسماعيل كيسي الحارس كروكسكي يتدخل إلى ركنية ولم يمنح فرصة حكم المباراة وحيد فقط مع الميلان اللاعب البلجيكي الوحيد الذي سبق له للتسديد على الطائر تدخل من كيسي وصارت أخطر من ريكاردو أورسوليني الكرة مرت بعيدة تماما الميلان هذا هو الفتى محارب الصحراء يمر جول مع فلونيا منحت هذه الفرصة ومنحت مشاركة في السيريا تقريبا هو عاشر أكثر لاعب وبن ناصر أول ثنائية بن ناصر مرر وريبيتش للهاتريك